عايزين نعرف أسباب آلام العمود الفقري. تمام. الحقيقة أنه العمود الفقري هو بيتكون من مجموعة من الفقرات، بنسميها الفقرات العنقية والفقرات الصدرية والقطنية والعصعصية. تمام. 60 أو 70% من العيانين اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري بيكون في الفقرات القطنية. طيب ليه الفقرات القطنية هي اللي فيها مشاكل أكتر، أو ليه هي اللي بتظهر أكتر مع المرضى؟ لأنه دي المنطقة اللي شايلة وزن الجسم كله، أو بيحصل عليها الحركة اليومية بتاعة المريض أو بتاعة الإنسان الطبيعي كلها. تمام. فمثلا مشاكل زي الوزن الزايد، مشاكل زي السن أو الشيخوخة، مشاكل زي أنه يبقى عند المريض حاجة وراثية أو ضعف وراثي في غضاريف العمود الفقري. تمام. مشاكل زي هشاشة العظام بنقابلها كمان في السيدات بعد سن 45 أو 50 سنة، مع توقف أو انقطاع الدورة الشهرية يبتدي يحصل عندها هشاشة عظام ينتج عنها ضعف في الفقرات، تزحزح في الفقرات، انزلاق في الغضروف، ضغط على القنوات العصبية، ألام في العمود الفقري. من ضمن المشاكل كمان المشهورة زي ما احنا شايفين كده، انه يبقى فيه ضيق في القنوات العصبية. فالضيق ده يحصل منه ضغط على جدور الأعصاب، وتبتدي تسمع بألام في العمود الفقري، تنميل أو شكشكة، المشهورة زي ما قلنا بعرق النساء. تمام. وعرق النساء كلمة درجة منتشرة، أول حاجة بيقولها أي إنسان حاسس بألم في رجله، أنا جالي عرق النساء. من ضمن بقى الأسباب اللي ممكن تكون وراء ألام العمود الفقري ونكتشفها وهي ملهاش علاقة بالعمود الفقري خالص، إنه مريض يجي يقول لي أنا عندي ألام في الظهر. ابتدي اعمل له فحوصات واعمل له اشعاعات، نكتشف خلايا سرطانيه ثانويه جايه من سرطان في منطقه ما في جسمه ما كانش يعرف عنها حاجه، واول عرض يظهر عنده هو الام العمود الفقري. ده عشان خاطر يعني يعتبر اضعف مكان عنده فظهر فيه، ولا لا هو بيسمع بطبيعته في المكان؟ لا، هو الاورام السرطانيه ليها طابع خاص في الانتشار، كل ورم سرطاني ليه طرق في الانتشار. ففي بعض الاورام السرطانيه اول مكان بتبعت له هو العظم. فممكن تيجي في الأول في العمود الفقري، ممكن المرضى أوقات بيبقوا بيعانوا من كسور من وقعات صغيرة. تمام. فده بسبب برضو أمراض أورام سرطانية بعتها خلايا ثانوية للمكان ده. فده مش معناه خالص أنه ده أضعف مكان عشان كده الورم بيجري عليه بسرعة، لا، هو علشان البيهيفير أو طبيعة المرض هو أنه بيهاجم العظم أو بيبعت خلايا ثانوية للعظم. فيجي عيان بيشتكي من ألام في الظهر، نعمل له رنين، نبتدي نكتشف أن احنا في مشكلة أكبر بكتير ورا الموضوع، مش مجرد ألم أو انزلاق غضروفي أو حاجة بسيطة. تمام.